بلاك أوبس 4 نزل مع 4 مابات زومبي، وهالشيء ما صار بتاريخ كول أوف ديوتي كلها، فبالتالي رح أسوي توب 4 من أسوأ ماب إلى أفضل ماب ببلاك أوبس 4 زومبيز. سالك حال شباب، معكم شركية بشركة كيف، شارككم فيديو جديد. طيب شباب، مثل ما شفتوا بداية الفيديو راح اسوي توب 4 لمابات كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 زومبي من الأسوأ الى الافضل. تذكروا انه هذا رأيي الشخصي، فايه اتمنى كل واحد بعد هالفيديو او بنهاية الفيديو يكتب بالكومنتات الليست او الترتيب الخاص فيه اذا كنت تختلف عن الرأي. فيلا خلينا نبدأ. طب الرابع عنا ماب فوج اوف ديسبير. طبعا بس ملاحظة صغيرة، كل المابات حبيتها، ما في ولا ماب كرهتها، بس انه 4 مابات ففي ماب احلى من ماب. فبالمرتبة الرابعة عنا ماب مثل تركم Voyage of Despair. ماب رهيب، جو التايتانيك ونلعب على سفينة وهيك، شيء جدا جدا جميل. بس للأسف واضح من الإعلانات اللي كانت تعملها الشركة انه ماب Voyage of Despair رح يكون هو الماب الأساسي. واضح من الإعلانات انه الشركة قاعدة تركز على القصة الجديدة أكثر من القديمة بكتير، واظن انه المابات سيزون باس اللي جاي كلها للقصه الجديده، القصه القديمه اظن راح يخلوها لبعدين. راح اسوي فيديو كامل اتكلم عن التفاصيل هاي، بس الشركه واضح انه قاعده تركز على القصه الجديده، وكنت متوقع انه الماب الاساسي تبعهم هو فوج اوف ديسبير، الماب اللي يبنوا عليه القصه الجديده، والماب الفرعي هو ماب اي اكس. بس اللي صار هو العكس صراحه، صار العكس كليا. فوج اوف ديسبير ماب حلو، ماب ممتع، جو التايتانيك جدا رهيب، بس في اكثر من مشكله بالماب. اول شيء الماب جدا ضيق، الماب جدا ضيق وصعب تتمشى فيه. طبعا هالنوع هالشيء يضيف نوع من التحدي، فلما يكون عندك ماب ضيق وصغير معظم الناس يمكن يحبوا هالشيء، يحبوا نوع التحدي التشالنجات. نفس ماب 5، ماب 5 كمان يعتبر ماب جدا صغير وضيق. بس شو المشكله في Voyage of Despair؟ انه ماب ضيق وفي 70,000 نوع وحش وكلهم اقوياء. عندك اللي يسحبك، عندك اللي يجيك الضخم اللي يكون غير باقي الزومبيز، عندك الناري، عندك اللي يطلع غاز، عندك الكهربائي، وكل هذا بماب جدا ضيق خلت الماب جدا يعني ما تاخذ راحتك فيه ابدا. هذا الشيء الاول ما عجبني فيه. غير هيك سلاح الماب الراكن ما فيه اي شيء مميز، يعني هو عباره عن سلاح وطخطخات عاديه. باقي الالعاب يعني خلينا نقول مثلا اي اكس عندك سلاح فعليا كائن حي طخ منه السم ويكهرب الزومبي. بلود اوف ذا ديد عندنا البلندرجات، كنا نحب البلندرجات. الماب كلاسيفايد عندنا سلاح الثلجي. خلينا نقول على مابات الزومبي القديمه، شادو اوف ايفل اعطونا سلاح فكرته جدا جديده اللي هو الطخ بلاك هول ويسحب الزومبي، فمع كل ماب كانوا يخترعوا فكره جديده للسلاح. بينما هون سلاح عادي طخ كانه شوت جن يعني، بس اقوى بشوي. حتى بعد ما تعمل له ابجريد ما فيه هالانيميشن او شيء يحسسك انه واو سلاح رهيب. وغير هيك اللغز، يعني كنت متمني خطوات اللغز يكون شيء له علاقة بالتايتانيك. قصة التايتانيك اللي ما يعرف انه قصة مأساوية اللي صار فيها، وفيلم تايتانيك كان اكثر الافلام الحزينة للناس، فكنت يعني متمني يضيفوا شيء من هالكلام لجو الماب. بس اللي اعطونا اياه شيء ما له علاقة بتايتانيك ابدا بخطوات اللغز. تحط كواكب بالسماء، طخ كواكب بيقعوا، ما ادري شو قاعدين يخلصوا. فقد بتمني يكون نهاية الماب كاتسين نهاية او شيء حزين، شيء له علاقة بالتايتانيك. بس لا، للاسف ما استغلوا هالفرصة. كانوا لازم يستغلوا الشركة انه ماب بالتايتانيك يستغلوها ويقتبسوا كتير اشياء من الفيلم او من حادث التايتانيك الحقيقية، بس للاسف ما سووا هالشيء. فبالتالي ماب Voyage of Despair عنا اياه بالمرتبة الرابعة. الماب حلو، ماب ممتع، بس باقي المابات افضل منه. ثالثة عنا ماب كلاسيفايد. صراحة ماب جدا عاجبني، والسبب الوحيد اللي حط بالمركز الثالث انه اللي بعده احلى منه الصراحة، بس ماب جدا جدا رهيب. ما في شيء اني اتكلم فيه عن الماب، ما في شيء اتكلم انه ليش حطيته بالمركز الثالث. الماب جدا رهيب. الماب هالنوع من المابات او الشيء بيسموه بمصطلح العاب بيستعملوه بالالعاب اسمه فان سيرفيس. هالمصطلح بيستعملوه لما الشركة لأي لعبة معينة تحط اشياء جوا لعبتها مشان الفانس، مشان الناس اللي معجبين هاللعبة، اللي يعرفوا الميمز ويحبوا مثلا سلاح معين باجزاء من اللعبة. فماب كلاسيفايد يعتبر فان سيرفيس لانه حطوا لك فيه كثير اشياء. اول شيء خلينا نقول ديمسي بماب 5 كان على ايام بلاك اوبس 1 ديمسي الكبير يكسر الجدار الرابع، مصطلح بيستعملوه بالجيمنج اللي هو لما الشخصية يتكلم مع اللاعب.
او الشخصية يتكلم بشيء يعرف ان هو جوا اللعبة. فديمسي بماب كلاسيفايد كتير بيستعمل هالشيء عنا لما يروح يضغط مربع على لوحة سوداء وتتحول لصورة نيكولاي بريمس يحكي انه هاي الشركة مالكم قاعدين تدخلوا القصة بعدها او مالكم قاعدين تعقدوا القصة. هاي الشيء جدا رهيب يعني قاعد يتكلم الشركة نفسها قاعدة تسوي اللعبة عنا. تاكيو لما يروح ياخد ريغان يقول اوه عندي ريغان اذا طحت لازم تسوي لي ريفايف. فهي من الميمز اللي منتشرة اللي ما يعرف فيه ميم اشهر ميم بالزومبي انه لما واحد يكون عنده ريغان ويطيح تكفى يا الخوي سوي لي ريفايف عندي ريغان. مشهورة هالمسخرة او الميم عند الاجانب وعند العرب. غير هيك على ايام بلاك اوب 3 نزلت على البلاي ستيشن 3 بلاك اوب 3 نزلت على البلاي ستيشن 3 وكان هنيك الوضوح او ديزاين اللعبة جدا 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 سيء لانه الشركة اللي صممت لعبة هنيك مو الشركة نفسها مو ريارك نفسهم لا كان شركة فرعية. فكان الرسومات وكل شيء جدا سيء وكان وجه ريكتوفن جدا جدا سيء بهذيك اللعبة لدرجة انه انتشر وصار ميم وكل الناس صاروا يتمسخروا على وجه ريكتوفن هنيك. فشو عملوا لك الشركة بمام كلاسيفايد حطوا لك الجمب سكير وش ريكتوفن من البلاي ستيشن 3 يعني الجو كله استهبال باستهبال. غير هيك شغلة انه لما تروح على الباك بانش تروح للاريا 51 شيء جدا رهيب. واكثر شيء خلاني احب الماب انه الماب فيه تفاصيل بالقصة شيء جدا جدا مجنون. ترى الشخصيات اللي نلعب فيهم هم مو شخصيات اللي كانوا بمون لا من الماب نفسه راح تعرف شو صار بالشخصيات اللي راحوا على مون. تعرف عن شخصيات الترانزيت تعرف عن في مثل شفرات سرية بالماب لديمسي اللي كان يبعتها من ريفيليشن ببلاك اوب 3. ماب مليان اشياء عن القصة ماب جدا جدا رهيب وهالاشياء كلها راح اغطيها بالقناة ان شاء الله. فماب كلاسيفايد صراحة كان ودي احطه الاول جدا حابة بس من ناحية الجيم بلاي واللعب المابين الجايين راح يكونوا احلى منه. ثانية عنا ماب بلود اوف ذا ديد. يب بلود اوف ذا ديد مو بالمركز الاولى للاسف مع انه من ناحية القصة والشخصيات وعشق الماب هو بالمركز الاول طبعا من ناحية القصة وشخصياتنا الاربعة اللي كلنا نحبهم. اللغز كاتسين النهاية دمعت عيني وانا قاعد اشوفه. فمن ناحية القصة والاهتمام والحب بلود اوف ذا ديد هو الاول بس حطيته بالمركز الثاني لانه من ناحية الجيم بلاي. من ناحية الجيم بلاي الماب رهيب. شكل انه كيف دمجوا الماب المناطق الجديدة مع الماب مع المناطق القديمة كيف دمجوهم مع بعض دمجوهم مع بعض بطريقة جدا جدا جميلة. بس الماب صعب زيادة عن اللزوم وبالذات شيء وحيد اللي جدا مصعب الماب اللي هو الدوغز الكلاب. بالراوند يجيك 50 دوغ 60 دوغ وجدا يدمجوك بطريقة جدا غبية. فشغلة الدوغز بالماب جدا مستفزة. غير هيك ملاحظة على البلندرقات ليه حاطين البلندرقات القديم حاطين بلندرقات الأسيد ومضعفينه بشكل جدا كبير وبعدين حاطين لك بلندرقات جديد نفس المفعول وأقوى. ليش تسوي هالكلام خلاص شيلوا القديم أو خلوا القديم بنفس القوة وحطوا لنا واحد جديد مع مفعول تاني. بس البلندرقات الناري نفسه نفس القديم بس هذا يطلع شيء لونه أحمر يقتل الزومبي هاي يطلع شيء لونه أخضر ويقتل الزومبي والأحمر أقوى. فهالشيء التاني اللي نوعا ما ما عجبني بالماب. وغير هيك اللغز خطوات اللغز جدا نوعا ما صعبة وجدا فيها جلتشات. في اكتر من خطوة باللغز كنا نعلق فيها وما يكون غلط منها يكون في جلتش من الماب نفسه. وايه هالاشياء اللي ما عجبتني بالماب. بس تلكم بلود اوف ذا ديد يعني من ناحية القصة والموسيقات الراوند وكل شيء جدا جدا رهيب بس ما حطيته بالمركز الاول لانه الماب اللي بالمركز الاول صراحة ماب فاق توقعاتي بشكل جدا جدا كبير. فبلود اوف ذا ديد ماب رهيب من احلى المابات اللي لعبتها بحياتي من ناحية القصة يمكن احلى ماب لعبته بحياتي من ناحية كاتسين النهائي بحياتي بكل الكاتسينات اللي شفتها عيني ما دمعت على كاتسين بالزومبي الا بلود اوف ذا ديد. فاي بلود اوف ذا ديد بالمركز الثاني. بالمركز الاول الماب اللي كنت متخيل هو الماب الفرعي كنت متخيل انه الماب اللي شركة عملوه اي كلام ليكتروا مابات اللعبة اللي هو ماب اي اكس. ماب اي اكس صراحة فاق كل توقعاتي ماب جدا 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 رهيب. جو الماب جدا حماسي وجدا خرافي صراحة. اول شيء الشيء المميز بالماب الجمهور تروح تلعب مجرد ما تبدأ الجيم تطلع وتلاقي الجمهور كلهم قاعدين ها ها هاي شيء جدا رهيب يعطيك جو الحماس من بداية الجيم. تاني شيء اجواء الماب اللي هي حلبة المبارزة تبع الرومانيين من زمان وبعدين بالحلبة بالنص بعدين فينك تروح لاربع اقسام لاربع آلهة من اربع اديان وكل مكان حاطين انه
مثل غرفة لهالنوع من الدين. مثلا عندك أودن بتلاقي غرفة حاطين فيها نار نفس تبع الفايكنج وتماثيل وسلاسل. هم الفايكنج اللي بيشوفوا مسلسل فايكنج راح تلاقي باجتماعاتهم دائما يحطوا لك نار بالنص وأشياء نفس الديزاين عاملينه بالضبط. بعدين فراعنة حاطين لك غرفة كلها أشياء الفراعنة ذهب وكنوز وتماثيل. بعدين دون هالدين ما أعرف عنه شيء الصراحة، بس لو رحنا هناك بنلاقي كله في مثل مكان كله مي وأعشاب، أظن هالدين له علاقة بالأرض والأعشاب والمي وهيك. بعدين عنا زوس، لما تروح على غرفة زوس تحت كمان بتلاقي إنه اللي شاف مسلسلات وأفلام عن الرومانيين راح تلاقي إن الغرفة اللي حاطينها والمي والأشياء هيك كلها هي من أجواء الرومانيين. بعدين الماب نفسه ساحة الباكا بانش، ديزاين الماب، أنا ليش حط الماب بمركز الأول؟ ديزاين الماب تعبوا عليه الشركة بشكل جدا جدا كبير. تعبانين على الديزاين، تعبانين على الديتيلز. سلاح الماب جميل. هلأ عدد الوحوش بالماب نفس عدد الوحوش بفويج اوف ديسبير. كم حد يحكي انت كرهت فويج اوف ديسبير لأنه في عدد وحوش جدا كبير، ايه معك حق، عدد الوحوش فويج اوف ديسبير نفسه بآي اكس، بس آي اكس الماب واسع، في عدد وحوش جدا كبير وصعبين بس الماب واسع، يعني بالتالي في موازنة انه الماب ما هو صعب ولا سهل، واسع وعدد وحوش كتير، ففينك فينك تلعب فينك تستمتع. فويج اوف ديسبير ضيق ونفس عدد الوحوش عشان هيك تحس في عليك جدا ضغط. البوس فايت تبع الماب تروح نقاتل فيلين اخر شيء كان شيء جدا رهيب. فاي ماب اي اكس بالنسبة الي احلى ماب بكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 من ناحية اللعب والجيم بلاي والديزاين. احلى ما من ناحيه القصه طبعا بلود اوف ذا ديد لانه شخصيات بروميس، ما في بعد شخصيات بروميس. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تنمو الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو اللسته الخاصه فيكم. وبس كان معكم شركيال وشركه كيش كوميديهات تاني ان شاء الله، مع السلامه.